ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا مليون مرحبا فيكم في قناة خليل ومع خليل. طبعا اكيد طبعا خليل مخلص خليل مع خليل ولا خليل. اول شيء اشكركم على الدعم اللي صاير اخر فترة، الصراحة دعم جميل وسبسكرايبرز وما شاء الله وكومنتات وتفاعل وما الى هنالك. وطبعا انا دائما موجود مع كل تفاعل كل عادة. هاي الحلقة شوي غيري من العنوان، يعني طبعا جميع انواع الديناصورات العاشبه وتفر. الهدف الحين شوفوا نسوي من كل نوع ديناصور، بسوي اللي هو الخطه الخرافيه التكتيكيه الجميليه، الجمله اللي ما ركبت مفروض انها تركب. وطبعا هالجزيره تمبلت، يعني هالجزيره لوكتسلوت. ليش اشوف كيف يصير الموضوع هات تركب ستي. طبعا الحديقه 55 ديناصور توتل، وطبعا عندنا اقل من 55 ديناصور عاشب، لكن الشركه تقول الشركه مو انا الشركه تقول في ابديتات جايه، في تحديثات جايه على اللعبه، تحديثات راح تتضمن شغلات كثيره، لكن نترياهم طبعا، لان مثل شغلات نفس الجيجاسورس. جيجاسورس كان اكبر ديناصور في الفيلم، شوفوا قاعد يحطم كل واحد حبه، وهني استوى اندوميستركس اكبر عن الجيجاسورس بقدرة قادر. فقالوا نحن والله ما نقدر، طبعا سووا بوست على ستيم وطرشوا ايميل للي قرا. زين انا ما قريته كامل، اخذت لمحات عنه واتشارككم المعلومة الموجودة. وقالوا ما نقدر نغير حجم اي ديناصور في اللعبة، نغير حجم اي ديناصور معناه يسوي لنا مجموعة مشاكل كبيرة في اللعبة، مشاكل أساسية وقلتشات وغيرها. لكن وعدوا هازمي سكسسفولي ريز، صبر لازم كلكم تجهزون، لازم كلكم تجهزون، بسوي بارتي اليوم. طبعا هالجزيرة مش لها هدفها لا زوار ولا غيره، هدفها نشوف الديناصورات جميعا جميعا. من كيوبيت شني سويتها مرة ثانية، ما علي ما علي ما علي مشكلة. كاموسورس طبعا انا طلعت كل انواع الديناصورات. ها شوفوا هني 48 ما في ديناصور ما طلعته. قعدت ذيك اليوم اللي متابع انستغرام القناه شاف الستوري يمكن، وشاف اني قاعد افتح الديناصورات حق الحلقه هاي وقاعد اشتغل على المشينات. شوفوا الحين سوينا كل الديناصورات، لكن برد ناخذ لفه لان عندنا كميه زياده، فبنسوي 55 ديناصور كامل، ما بنقص ولا ديناصور. انسى خلنا نسوي الكمية الخرافية. ما ادري اظن في 30 إلى 32 ديناصور عاشت تقريبا في اللعبة، نقدر نعدهم بعد شوي ترى على فكرة، بنعدهم مو مشكلة. براويكم الحين الحديقة شو شكلها وشو الفاسيلتيز، ولا شو الفاسيلتيز اللي هي شو الخدمات اللي موجودة فيها حق الزوار. طبعا ما في فندق حتى الدكاكين، بس لان حسيت المكان فاضي، وحتى اكل ما في حق الديناصورات. يعني مع السلامة ديناصورس يمكن، ما ادري، لكن يعني من باب حب الدعابة، يعني من باب حب الدعابة. بنشوف اذا نحط كل الديناصورات العاشبة مع بعض يطلع كيف شكل الحديقة. على الاقل نشوف الديناصورات ديناصور يعني اظن بيتضاربون لانه بيكسرون الجدران ويخربون المكان. اول شيء ما في اكل، ما في ما يكفي الكل، ما في عيشه صحيحه عندهم، لان مسؤولين بيئه غير مناسبه، حطناهم في مكان واتمنى الافضل. والله الصراحه كسرت المكان، والله اتمنى يضيفون نفس الفيلم ديناصورات تطير، تسوي لهم مكان مسكر. هذا ما حطيته لأن أنا بقلت رد لحظة. طبعا كل الديناصورات مرجعنا نستوك عشان 100% ونسوي عدد كبير من شو من الديناصورات. أنا أقول لكم من الحين يعني تعرفون، بس يعني خلنا نسوي من هذا ومن هذا ومن هذا ومن ذاك ومن ذاك ومن ذاك ومن هذا وهذا على ذاك وذاك على هذا وإلى آخره. بحط أكل حقهم، بس أساس ما تزعلون أنتم، حطي لهم أكل. وين الاكل؟ 1 2 على فكره كل الفيوز والقطار، بس يعني قلت الشكل المكان بيستوي احلى.
ولا أظن برد عبيهن. سيفون سيفون أكبر سيفون يتيمون. بس نحط لهم هني. انزين الحديقة عبارة عن مدخل، خمس محطات كهرباء، وعنده فوق محطات الكهرباء هذا حط رينجر ستيشن مسوي له ابجريدز. رينجر ستيشن ما اعرف ايش حطيته، وحطيت اي سي يو اي دونت نو للسالون، ما اعرف ما اعرف، لكن هي كفكرة زينة يعني ترى. وحطيت دكاكين هني بس كشكل وراها لان كان شكلهم وايد فاضي مكانهم. بس زوار ميون ترى الحديقة، انا اخبركم الحين ما في عندنا زوار، صفر ناس يعني. يمكن يسوي ولد ديناصور يون ما اعرف. شوفوا الحين هذا مستوي مستوي فيه مستوي فيه مستوي فيه، بس متأكد مشكلة الديناصورات انه في ديناصورات تطول. اوكي يلا الحين وقته. على فكرة الحلقة ما بتكون طويلة، انا اقول لكم من الحين الحلقة غير طويلة ابدا 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 ابدا. زين يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نطلع بداية الخمسة وخمسين ديناصور في الحديقة وكلهم عاشبين. لا 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 والله خاطر اسميهم بس 55 ديناصور اسميهم يعني شوي 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 يعني شغلانه يعني. انا احبكم كل شيء لكن شوي الوضع الدبلوماسي الرومانسي لا ارادي شوي يحكم الوضعيه الحيثيه. شو زعلان الحين ادري زعلان تنقع. خلينا نطلعهم بسرعه على اساس ان شو ما يتذابحون. انا اول واحد ما يتجاتل مع ثاني واحد وبعدهم كلهم مش طالعين. ايوه ريليس ريليس ريليس. شو قلت لكم في ديناصورات ما بتخلص. اوكي ماريا بيخلصون بنعرف بيطلعنا فوق علامة الانتهاء، تاريخ انتهاء اللي هو يعني مش تاريخ انتهاء يعني ترى مش بيطلع صير يعني، لكن فهمتوا انتوا الخطط صح؟ هي فهمتوا ادري بكم ديابة. انا ليش احس اني جبت العيد وفي ديناصورات متكررة وايد اكثر من اللازم. لا لا اوكي وايد اوكي وايد اوكي. هذي جهزة طالعة مصير اللي عقبه. خليه جهزة لها دام 3-4%. روح لنك ما عرفنا يكون تصور سواء. انزين خلنا نشوف الدنيا صورات الحين. يوه بيزعلون بعد شوي ما زعلهم بعدهم. شوفوا الديناصورات مكثرة. اوه خلنا نمر عليهم. هاي اليوم عند بعض حصلوا بعض. لا هاي نفس الشكل لكن تقريبا خلص. قال لي تعال اطلع لهم استهبل علي صح. وعندنا هني عند الاكل هذا منهم ملتم. ها كل الديناصورات العاشبة بس مكون عود عود. احس كان يبالي اكثر. يوه فيدنج سنتنتن طرغللي باسمه. مهم انتو عرفتوا صح صوت بقرة. مزيد انت منو؟ هذا قنفذ مالهم مال ديناصورات. هذا كنغر مال الديناصورات. هذيك الديناصورات. خلنا نسوي ريليس حق الباقي. مزيد خلنا نشوفهم. هذا ما اعرف شو مال ديناصورات. المهم واحد فيهم كنتاسورس وهانجمبرغروس راح. وهذا نفس هذاك اللي هناك شفناه. وهذا بعد كنتاسورس ثاني. ياسره صديقي حصلوا بعض. يحصلون بعض والله ما فيهم حيلة صراحة. تليش تبني بدري. اوه برقبة طويلة والله هذا برقبة فنان صراحة يعني من أحلى الديناصورات صراحة شيء فظيع يعني. دا تا 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 معنا اللحن يطلع بس حق قلس اسمه. اللحن يطلع حق هذاك عندما نسركس بس أنا بس العيون هذا تا 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 تا
يلا طلع رقبتك وصلت الصين. يلا طلع ليتس اند جنتلمنز. ها نفسها مال المطار عرفتوها؟ سيداتي نساتي سادتي نرحب بكم في الخطوط الجوية الخليلية. ها هنا الرجاء التوجه إلى صنع الديناصورات رقم 7. نعم هامون كرييشن رقم 7. انزين الله النبي بريد. ها شو دبلوكوكس صديق الشعب هذا تذكرونه؟ كاموسورس برانشوسورس. اوه في واحد جديد مش برانشوسورس. لحظة طلع راسه من فوق الباب. ليش زين ليش موقف متعب عمرك داش داخل؟ نطلع برا واحد طلع راسك عض الخطار وروح يعني. ها الناس قاموا يجون ترى يعني ليش متعب عمرك؟ والله صدق وين صار الديناصور هذاك؟ لازم تشوفونه. ما طلعنا نحن في السلسلة هذاك. يلا يلا بسرعة ترياك انا بصبح زين وندور رقبة طويلة. اظني بعده قاعد يتسوى. يمكن هذا الرجاء توجهي اخوة رقم 7 مش اباتسورس. اخس 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 اظني لا مش اباتسورس بعد سويناه نحن. شوفوا هذا حلو كيوت ترى ترى كيوت والله نقولكم. بس هذا شو؟ ايوه هذا هو اكبر ديناصور عاش بحصلنا 71. اوه كله هذا زرافة الزرافات عرفتوا؟ زرافة زرافة مال الزرافات المتزرفنة هذه عجيب. ها نحن والله خاطر يسوي منه جيش والله انه فنان. شوف 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 شكل ديناصورات. شوف 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 جميع انواع الديناصورات موجودة حاليا. العشبة العشبة بيوصل للقطار. يخرب بيته شوفوا مطوله. وين هذا شو عندك طاسة صغيرة هاي بارك فيها طول. يا جماعة شو رأيكم إذا 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 جهز على الحلقة زين. لما جهز على أنا ما أقدر أسوي شيء يعني ما بطول الحلقة بشكل لا يمكن تحمله بعد يعني. في هذا شوفوا ممنتون سنشر 70 طن هذا هو صحيح. ايوه هذا ايوه هذا هذا اخر ديناصور ما طلعناه. اخر ديناصور ما طلعناه خلنا نطلع من 20 شو رايكم 20 طلع لكم من عشو. والله عيبني انا الصراحه يعني كانت بس كل انواع العاشوه بس استوى كل سبام المهم ببرغلو عادي. هاي ناقه الحيوانات الديناصورات هاي تعرفتوا الناقه ما أدراك من الناقة. فلنذهب إلى إنتاج المومنتوسورس ما أدري شو اسمه من ممنتوسور دردر. أنتم معي أيوة في شغلات الحين جهزتها خلنا نسير نطلعها نشوفها لأن هاي اللي جهزون. نحن ترى بناخذ رفع الديناصورات مرة واحدة اللي ما شاف كل الديناصورات زين ما عدا جيش المومنتوسورس هذا يعني. اوكي ها شوي كان خرشة يعني ها شوي برع المخطط مش مخطط البلدية ابدا يعني المفروض تخالف عليه. انزين بسنا بسنا 25 حبة كان بأس اخذ 50 منه. انزين الحين عندنا هني مونتسورس ثاني والله انه عجيب الصراحة والله يستاهل بعيد والله تستاهل. خلنا نشوفه مرة ثانية خلنا نشوفه عجيب. ها كيف حطينا داخل؟ مفروض يبين برا اول ما يجي الراس يكون طالع كل ما دريت. الحين ما اعرف انا حاط البرج هم يطلعونه ولا هو يطالعهم انا ما اعرف الصراحه يعني. والله عجيب الصراحه شوفوا يبين من كيلو. زين انواع الادمنتوسورس ها هاي الدياي مال قلميموس. والله شوفوا انتوا تعرفون اسميهم احسن مني ترى كل مره تكتبونهم ازعلان ازعل تنقع ان شاء الله. وسوينا كل شيء صح
ياسرة والله حليوة الديناصور على فكرة، كلهن وكالة يعني. الصبغات اللي تشوفونها، الأشكال اللي تشوفونها ترى كلها وكالة. وين تركض سايرة؟ ما في حد وياك؟ سويت أنا كأنه بروحك شوف. جيجانتا سبونوروس، هذا جيجانتا سبونوروس هذا العاشب. في واحد ثاني جيجا سورس غير اللي هو اللاحم. في حد مخشف الشير؟ ما حد يهني من كبر المكان حتى ما يفكرون يركضون. لحظة، في واحد هني شي يسوي الخايس؟ ليش يحاول يكسر يعني؟ سؤال. انت زعلان، انا شي خصني. بعدين يدار كهرباء كونكريت اسمنت كل شي في العالم، وبعد يكسرون وبعد يطلعون. ذال ما فيهم ترحيب والله. انا بس بطلع هاي دسيس افلات. مش وقت تمرضون والله ناس. وين المريض؟ تعال، هذا التمكيس يمرضهم. ها يوجو. ما في باب. لحظة بحط لكم باب. لكم باب كان خايس بعد. هني زين. التاسك خلنا نصلح الإدار. هذا في واحد يا صلحة فل. يعني على آخر حبة بس ودي واحد أسوي. بنشوف من يوصل له الكفو فيهم. وكلهم كفو يعني عادي يعني. بس وين يخي بس مين خليتهم يلفلفون غلط؟ شوفوا تيبوت فول. لحظة، كان في عندنا أشكال جيب صح؟ تشينج سكنز وباجيبات برتقالي. ليش مرة مغير؟ عندي اياه. نجيب احمر. تب لهم. في واحد ثاني مرض. علك الفلك. مش وقته تمرض. ليش تدعي عليهم؟ زين انت تعال عند هاي العبهم. وين هاي الزرافات؟ خلي انت من عالجهم. شكله انت من عالج وايد اليوم. وين صار؟ من صار؟ ايوه هذا هو. هذا هو انه اوكي. عن الحماس الزايد انا قمت اتحمس هالايام تراني وتهور يعني. خبروني متهور بزياده. واحد متهم متهور عن الناقه قاعد اسوي منها. سميت الناقه على كيفي انا. زي زعلان. زين ترى والله زعلان هذا. اباتاسورس اسمع الجيب سوي حشرة والله. لو انا مكانك ارفسه. برانشيسورس شوفوا هني شمس هني يطلع ويها ما يبين. والله زين حلك خطوات التصوير زين. هذا ها تعرفونه بعد صح؟ ها صغيرون مش ذاك الزود. كم وزنه؟ لا 51 طن يعني مو شوي. انا زين يعني. انا زين مش غلط ابدا 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 ابدا. زين في حد ثاني مرض معالجنا؟ في حد جاي انك انت ولا ما في حد؟ خلنا نشوف لحظه. لا ما حد جاي هم هاي عالجوا هاي الرغود. الحلوين الفاظ يجب ان لا تفوه بها. خلنا نرد نعبيهم. انا اقول عنهم ديناصورات والحيوانات الحين. شيل حق هاي العادي مش غلط يعني. انا ما اعرف هل يكنسل مال السيارة اللي قبله ولا لا ما يكنسل. اظني يكنسل والله مش متأكد. بس كلهم قاعدين يمرضون يعني. اختار في حد والله. في ناس كلهم يركبون. اختار شوف كم واحد داخل يعني. كلها ديناصورات يقول بنبين ثلاثة اثنين. وان ستيشن درر 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 درر. ليش ما يقول لك كم نفر هنا؟ افا فاشل ما منك فايدة. كلهم يمرضون. ليش يمرضون كلهم؟ صلح هنا.
بس من المريض اللي ما حصل علاج؟ هذا مريض. شوفوا هذا مريض، منو مريض؟ جلمسورس؟ مش جلمسورس، هذا جالميموس كومن كولد. مزتمين كلهم هاي. ابن ديناصور ثاني، هاي ابن ديناصور ثالث، اللي بعد ديناصور ثاني. شوف يبلي نفس النوع. الحيوان اللي بطل الشبك يبقى له دق. صلح الإدارة، صلح. تحسن. أنا أقول ليش سويت هاي، أنا عرفت الحين ليش سويت. يا تبن ما تمشي، نطلع الجيش مالنا شوي برا عن نطاق الخطة الدبلوماسية. عرفته يعني؟ وين هذا ساير؟ تعالي متخلص، صلح الإدارة. كسروا إدران يا خياس، كسروا إدران. فما هذا التصرف؟ ما هذا التصرف؟ ليش كسروا إدران؟ أوه يانا هذا من حط لهم أكل الهرومة. لا هذا يبون أكل زيادة. تعال صلح الإدارة، عالج الكلب. مش كلب، هو ديناصور. هو فعليا حيوان. لحظة الحين شباب، أعزائي المتابعين والمتابعات، هل ديناصور يعتبر حيوان ولا ديناصور غير؟ لأنه يقولون ديناصورات بس كل حد له اسم، يعني نفس الحيوانات بس في كلب وقطو وهذا هل الديناصورات تبي روح ديناصورات ولا هم حيوانات؟ انت شو رايكم في الموضوع؟ والله انت شو رايكم في الموضوع؟ هل هم حيوانات زين ولا اكسره هو يصلح؟ تعال انت، تعال عقوهني زين. الحين جهزت الناقة، بس بطلع جيش منه حق وناس، بس يعني مش حق وناس. لازم شوي يعني نبدأ شوي نستانس يعني، شوفون جيش منه بس حق وناس يعني، بس يعني لا أكثر ولا أقل يعني. انكيبيتنج بشوفهم الحين، بس دقيقة خلنا نسوي لهم ريليس. ترى يبالهم وقت لين يتحركون. هاي كل واحد 71 طن ما ادري كم يعني، لين هذا يطلع. شوفون وصلنا مدى اي لاب، وهذا بعد تو طالع. خلنا نوصل لاب نمبر 4. لاب نمبر 5 بعد حطينه صح؟ يب. اجل 6 حطينا؟ لا بس مسخنا على كم بنحط. هذا ريليس. شوفهم بالله عليكم، مو بحلوين؟ خطر اهد وسطهم شيء تقطعهم شوي، بس لا 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 ما بسويها. ما يطيع قلبي، اتعب عليهم اصرف فلوس يقطعهم اخر شيء. حاوي انسان وعمليه هنا، ما اصرف فلوس لانه ما ادخل فلوس. تعال شوفهم يطلعون. شوفهم ياخذون راحتهم بعده. شوف المر، شوف كيف بدينا صورتنا. ترى امير بعد مرض الشعب كله مزكم بيعد العالم. خلينا نبدا هذا فاضي لحظه. عقه هذا هنا، عقه ظني بيرد يكسر الإدارة. أنا عارف بس برايا أنا طالع هاي. بس أنا تشوف اللاب باقي ثلاثة. شوف تيشون من الديناصورات العاشبة. لو نمسك نتمشى هني بينهم، شوفوا شكل الحديقة. شوفوا من عند هاي. شوفوا تري لحظة، تعال انت خلنا نسوق سواق احلى. طاط هاند بريك ادعمه، ما يقرب منه يخاف. هلا ابوي ادعمه، ما يدعمه جبان. وابوك والله يدوسني. قال ادعمه، قال ما يصير
جبان والله انك جبان. خلنا اصلح لي دران والله احسن. قاعدين يطلعون وين يطلعون؟ هني يطلعون. والله ما عندي سالفه يطلع من هني درب والله. احسه انا مكانة مكاني. اقولكم خلوا ليه تصلح مو مشكله. طلبتم مني انتو جميع انواع الديناصورات العشب والله طلعتهم كلها. وشكل المكان الصراحة جميل. شكل المكان حلو. هني قاعد يشردون مورا شوي بس امور طيبة يعني ساحب عليهم يعني عرفتوا. ايه يا هي يوم احلى اشكالهم الصراحة ديناصوراتهم يكونون بالطريقة هاي. المهم شكرا لمتابعة الحلقة. طلعنا جميع لان انواع ديناصورات العشبة. لا تنسون لايك شير سبسكرايب فولو كل شيء في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.